هل سيمدون غزة بالسلاح؟ عجوا حتى ولاو الصهاينة يقاطعوا في الطريق وما يخليوش حتى الشاحنات تدخل اللي فيها الإغاثة، الماكلة ولا الشراب ولا اللبسة ولا كذا في هذا البرد القارس. ما يستطيعوش. وهذه الدول العربية تكلمت ولكن لم تفعل شيئا، نص حاجة ما درتهاش يا سيدي. ما خلاوكمش الأردن تدير طيارات وترمي بالطيارات، ومصر ترمي بالطيارات، وسوريا ترمي بالطيارات، والجزائر ترمي بالطيارات، وتونس ترمي بالطيارات، والمغرب ترمي بالطيارات. نروحوا في الأجواء نتاعهم وقال نرمي لهم الدواء ونرمي لهم الماء ونرمي لهم الماكلة ونرمي لهم الغطاء ونرمي لهم الخيم بالطيارات. يطيحوا طيارة راهم شهداء في سبيل الله، طيحوا واحدة زوج ثلاثة خلاص نروحوا احنا يا سيدي، نروحوا الشعب الجزائري يروح يطوعوا ناس طيارين ونروحوا. لا، انتم ما حبيتوا يقضيوا على حركة حماس مؤامرة سرية ضد هذه المقاومة التي في الحقيقة فضحت العالم العربي والعالم الغربي والعالم الإسلامي، وباللي لا يساوي شيء ولا يعمل ولا وليس فيه أي خذل أمة بأكمل. وأنا أقول باللي هؤلاء قد انتصروا الحمد لله على أكثر من صعيد، سياسيا، اقتصاديا، نفسيا، معنويا، فكريا، مستقبليا، استراتيجيا، قد قاموا بواجبهم.